الشوط الاول. ركنيه لسموح، كره عاليه فوق راسيه خطيره جدا، والهدف جول جول. الهدف الاول الراسيه الذهبيه مروان حمدي من ضربه ركنيه جميله، يعمل ارتقاء ويحط دماغه ويحطها في البعيده في الزاويه الصعبه صعبه صعبه صعبه. هدف اول جميل لفريق سموحه براسيه النجم مروان حمدي في الدقيقه قصه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، تصويب والهدف جول جول جول. الهدف الثاني هو 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 نجم الشباك ونجم الموج الازرق ونجم الدوري المصري في الموسم الحالي مروان حمدي، يعملها تاني ويسجل الهدف التاني، هدف التعزيز اليوم في الدقيقة 51 من عمر المباراة. متابعة جميلة جدا واللمة حلوة والتصوبة قوية.